السلام عليكم اخوان، شلونكم؟ شو اخباركم؟ عيني هذا مي باعوه، مي بارد مثلج، هذا للكريمه، اريد نسوي كريمه. باع عيني هذا الميزان لترتين ضبط، لان هذا الشانتيه اللي عندي ياكل لترتين، لان هذا الشانتيه شوي قوي زين ماشي، يعني يختلف عن غير كريم شانتيه. يعني هذا واحد، وهذا الثاني. زين، هني ونصعد بالخلاط 5 دقائق 6 دقائق. يعني اخوان للامانه هذا الكريم شانتيه كاتمين بالوصفه الاصليه لتر ونص لكل كيس لازم تخلي، بس انا قللت خليت لترتين للكيسين، بس بعدين احتاجيت مي، يعني بس ما احتاجيت، هو احتاجيت قليل، يعني مو مال اخلي 3 لترات مي على الكيسين، يعني راح يصير كلش خفيف خاصه اذا الجو يصير حار.